في الاول وضيع كوره ابو سعود شالها ما اعرفش شالها ازاي، قلت بيشيلوا النهارده الحمد لله. انا عارف كويس قوي امكانيات، طالما انت بتلعب يعني تراهن على امكانيات وقدرات ممكن في بعض الاوقات تبقى الكوره بعيد عنك مع عكساك، لكن في النهايه دي ده احسن الشحات ودي امكانياته وقدراته. كابتن سيد عبد الحفيظ انجح مدير كوره حسين، مليون مبروك. وكابتن سيد بيبارك لك على الهواء اهو. كابتن سيد يعني من انجح مديرين الكوره في النادي الاهلي، وشغل كبير وانجازات تتوالى وتعب وليله طويله قوي. وكابتن سيد صابر وكله قال لك النادي الاهلي مش هياخد الدوري، قلت له ما هياخد الدوري وفريق كان بعيد قوي، ورؤيتك اللي اتقالت هي اللي اتحققت من مسافه بعيده ومسافه طويله في نفس التاريخ ده يوم 24 يناير نفس الوقت ده. احنا 24 دلوقتي 7 24 1 24 1 كان عندنا مباراه هنا مع مصر المقصه في نفس الملعب ده، كانت مع مصر المقصه وكانت عندنا 27 نقطه وكان المتصدر عنده 41 نقطه، يعني كان الفرق 14 نقطه. صحيح كان لنا ماتشين عشان نلحق بعدد الماتشات نبقى متساويين، لكن الفرق كان 14. عشان نوصل لرقم 8 لازم نكسب الماتشين، وما بالك الماتشين كان انبي والزمالك، وفي الدور الثاني كان متاجل لنا كمان الاسماعيلي والمصري. الحمد لله طبعا دي هويه الاهلي ودي شخصيه الاهلي الواحد بيراهن عليها وممتد عبر الاجيال، مش احنا بس اشتغلنا وتعبنا. بشكر اداره النادي جدا وفرت لنا كل الامكانيات اللي احنا عايزينها من لعيبه وتحفيز، بشكر اللعيبه واصرارهم وعزيمتهم، بشكر اللعيبه الكبيره على اخلاصهم وعطائهم وفنائهم وكلامهم مع اللعيبه، بشكر كمان الجهاز الفني تحمل ضغوطات كتير قوي من نقد كتير جدا جدا وناس كتيره جدا جدا كانت الموضوع بالنسبه لها شخصي. الحمد لله على كل شيء، عندنا فرحه كبيره جدا النهارده، من حقك ان انت تفرح، ده ألذ دوري، مش مسألة أصعب دوري، أغلى دوري، لا ده ألذ دوري، ده ألذ دوري، يعني ناس كتيرة غلطت في حقنا، ناس كتيرة جدا تجاوزت في حقنا، لكن احنا خدنا الدوري يا بيه، تاني خدنا الدوري يا بيه، فبنسامح كل الناس، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله بنسامح كل الناس على اللي حصل ده، تبقى مباراة، المباراة يوم الأحد اللي جاي، مباراة رقمية مع نادي الزمالك، طبعا مش هتقدم ولا تأخر في الدوري، لكن تبقى مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة الأهلي والزمالك. النهارده هنفرح وننزل بسين ونعمل كل حاجه اللي احنا عايزينها، واللي ما عندوش بسين ينزل يقعد في البانيو، واللي ما عندوش بانيو يقعد في الحوض. حقك ان انت تفرح، اضحك كتير جدا النهارده، خليك سعيد جدا الحمد لله على كل شيء، خليك فخور بناديك، خليك فخور باللي بيمثله ناديك، خليك دايما ورا النادي. انا بقى عن الكلام اللي بقوله كويس قوي، الحمد لله طبعا كان عندي رهان كبير جدا جدا على شخصيه الاهلي، وكان رهان كبير اكبر على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي من اول يوم بعد يناير اللي فات كلها كانت عندها ثقه في اللعيبه، كانوا بيغنوا بالدوري وكان الفرق لسه 6 نقاط. الحمد لله طبعا على كل شيء، الحمد لله مره ثانيه وثالثه ورابعه، الحمد لله طبعا هنفرح فرحه كبيره جدا جدا جدا، لكن يعني مستنيين بعض الوقت كده لحد ما نخلص مباراه الزمالك على خير، وبعد كده هنعمل حفله عائليه لازم نعملها، لازم اللعيبه بزوجاتهم باولادهم بامهاتهم وخصوصا امهاتهم. دعوات لا وحاجات ثانيه يعني، هنعمل تيشيرتات بتاعه النادي الاهلي، هنعمل يوم خاص بفريق الكوره، هنعمل اليوم ده خاص بفريق الكوره، وبعدين نشوف اداره النادي هتحتفل بألذ دوري ازاي. وفق الاهلي فوق الجميع طبعا. كابتن اسلام مكمل.